أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان إلى هذه النشرة الإخبارية. إذا تمر غدا الذكرى 52 لمجزرة باريس وما تعرف بمذبحة باريس التي نفذت بأمر من رئيس شرطة من رئيس شرطة باريس موغيس بابون، حيث هاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 60,000 جزائري. نعم رياض، وللحديث عن الموضوع مشاهدينا، للحديث عن موضوع 17 أكتوبر 1961، يحضر معنا في بلاطو الأخبار السيد محمد غفير، عضو في الولاية الأولى بباريس أثناء الثورة التحريرية والمدعو سيد محمد كليشي. أهلا بك سيدي. أول شيء سيدي نقول لك صحة عيدك وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وشكرا على أنك لبيت الدعوة تاعنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نشكر التلفزه النهار اللي اعطتني هذه الفرصه باش نجي نعطيكم شهاده حيه، نعطي شهاده حيه نعم. امام الشعب الجزائري نعم. بهذه الحدث الكبير. هي معركه كبيره، معركه سياسيه نعم. اللي صارت نعم. في قلب باريس في 17 اكتوبر 61. نعم. عمي محمد، يعني شحال عيط لك انا يا سيد محمد نعم. كليشي، شحال عيط لك عمي محمد بارك كليشي. الله فيك. لو تحكي لنا يعني قصة هذا الاسم اللي لقبوك به أثناء الثورة التحريرية. أنا ما نحبش نهضر على اسمي، على الشيء اللي خاطر أنا واحد من المسؤولين، واحد من المناضلين اللي قاموا بثورة كما الجزائريون كلهم. نعم. أنا الاسم واحد كليشي. أنا غادرت فرنسا في سبتمبر 55 في عمري 21 سنة. وصلت ما دخلت في صفوف جبهة التحرير الوطني، وكان نعرف نقرا ونكتب يعني ماشي كيما الجزائريين كلهم. الور دونك النظام حطني، عطاني مسؤوليه مكليشي، ناحيه كليشي هي في جنب باريس، مسؤول كليشي في الوقت هذاك. الاسم المسؤولين ما لازمش يمدوا الاسم تاعهم الحقيقي نعم، خاطر امام الشرطه الفرنسويه تنجم يعني الاسم لي محمد. يعني انت تنكرت بهذا الاسم، الاسم منطقه في باريس فوالا محمد كليشي، مسؤول نعم. تاع كليشي محمد كليشي، كاني محمدات الوف يعني هذه هي الاسم نعم. الثوري. نعود يعني نقول فقط في للموضوع، يعني كثير من الناس ما يعرفوش وش صرا بالضبط في 17 من اكتوبر من سنه 1961، يعني كلمحه وش تقدر تقول لنا عليها؟ هذا الحدث هذا حدث كبير، حدث كبير في ثورتنا التحريريه، ماشي غير في الهجره الجزائريه، انسان يهضر عمومي على الثوره الجزائريه كلها. هذا الحدث هذا فرنساويين، مؤرخ فرنساوي جورنال كينودي اللي كتب كتاب الاول اللي كتبه في 1991 يبقى سماه باتاي دو باري دو فلان، معركه باريس لجبهه التحرير الوطني. دونك هذه تسمى معركه سياسيه، معركه عندها اهميه كبيره في ثورتنا التحريريه. عمي محمد، هذه المظاهرات شكون اللي حضر لها؟ هل كنتم يعني من احد المحضرين لهذه المظاهرات؟ بارك الله فيك. احنا كمسؤولين في الميدان. فرنسا، الحكومة الفرنسوية اجتمعت في 5 أكتوبر 61 وقررت باللي دير الجزائريين اللي راهم هنا في باريس وضواحيها، يعني في الوقت هذاك كنا أكثر من 100,000 جزائري وجزائرية مايكلين في صفوف جبهة تحرير الوطن في فرنسا، هذيك في باريس وضواحيها، وفي فرنسا كلها كاينين 400,000 جزائري وجزائريه. يبقى الحكومه الفرنسويه قررت، لخاطر النظام اللي عندنا في باريس وضواحيها يعني ينشط اكثر من المدن الاخرين، ينشط لخاطر كثرنا ديجا كما قلت 100,000 جزائري وجزائريه. جابونا الحركه هذه نقولها يعني في 59 بابون هذا اللي ذكرناه نعم. والحكومة الفرنسوية جابت الحركة من الجزائر، 500 حركي جاوا من الجزائر، هذوك اللي عرفوا يقتلوا يعني يعني باش يحطموا اسمه النظام نتاعنا في باريس. طيب نعم، كيف فكرة نعم. المظاهرة، استسمحك الكلام منال، فكرة المظاهرة بحد ذاتها كيفاش جات؟ كيفاش كانت المظاهرة يعني انسان باش ننظر على المظاهرة، يعني نقول الأسباب نتاعها، الأسباب المظاهرة وكيف نظمناها والثاني والنتائج نتاعها، انسان يقولها بكل صراحه. الاسباب كي جاو الحركه، دوك نكمل يعني باش ما نطولش، يعني كي جاو الحركه في 58 و59 59 جاو يبقى باش يحطموا النظام نتاعنا. وحنا النظام في الوقت هذاك على بالكم يعني لازم التاريخ هذا يشهد،
باللي مع اسمه الجبهه الثانيه، الجبهه الثانيه اللي وقعت في باريس في 25 أوت 58، الجبهه الثانيه، الجبهه الاولى في باريس في الجزائر اول نوفمبر، والجبهه الثانيه، الجبهه الثانيه بتاع الاسلحه يبقى قاموا بها الجزائريين، قمنا بها ثاني في فرنسا. يبقى هذيك دوغول كان في الحكم بعد جاء في 58. الجبهه الثانيه اللي انتقلت، الثوره نتاعنا كانت في الجزائر انتقلت لفرنسا بنفس الشيء كما كانت في الجزائر. يبقى الاحداث يعني معروفين يعني بالرافينري موريبيان وهذوك الاحداث اللي وقعوا. يبقى اول سبتمبر يعني باش نذكر اول سبتمبر 58 حضر التجول الاول جوتومون قرروه الفرنساويين هذا بابون هذا حضر التجول الاول، وهذا نتاع 17 اكتوبر هما خرجوا علينا حضر التجول الثاني في 5 اكتوبر 61 والتنفيذ نتاعو في 6 اكتوبر. وتما وين طلبوا مع الكومينيكي اللي خرجوا بياسو في الجرائد، خرجوا باللي الجزائريين يسمونا في الوقت هذاك فرونسي مسلمون الجيريان، فرنساوي مسلم جزائري ما لازمش يخرجوا في الليل من 8:30 نتاع الليل حتى ل 5:30 نتاع الصباح. النشاط نتاعنا هما غير في الليل برك، حنا في النهار العمال يخدموا، حنا نشاطنا في الليل نعطيو المعلومات ونعطيو الشيء اللي صار اللي جابونا المسؤولين نتاعنا والحكومه المؤقته ونجمع الاموال. بصح حضر التجول هذا راح يفشلنا. طيب عمي محمد، الحكومه الفرنسيه اقرت 40 حاله وفاه في عام 1998، كونك انت يعني كنت حاضر وشاهد على هذه الاحداث، يعني التقديرات والاحصاءات تاع الشهداء تاعنا اللي ماتوا في هذه الاحداث شحال تقدر؟ الاحداث دوك انسان هذا القمع الدموي اللي يعني القمع الدموي يعني اللي صرا يعني مع الشرطه الفرنسويه. على بالكم هذا حضر التجول هذا بابون حضر 7000 شرطي و1400 دركي زيد الحركه. هذو حضرهم الا كان الجزائريين كيديروا حضر التجول هذا الكوفر فو، الا كان الجزائريين خرجوا يبقى نقابلوهم بالطريقه هذه، قابلونا ب 7000 شرطي و1400 دركي والحركه واتباعها. بالنسبه لحصيله الشهداء اللي ماتوا في هذه الاحداث، هذه الشهداء خاطر نهضر يعني كيف صرا هذا الحدث هذا. وحنا في 6 اكتوبر اللي خرج هذا القانون هذا نتاعهم باللي ما نخرجوش في الليل، حنا خبرنا المسؤولين تاعنا اللي كانوا في المانيا، الكوميتي فيدرال يعني معروف، اللجنه الفيدراليه كان في المانيا، بعثنا التقارير تاعنا باللي قولوا لنا واش نديروا، وهما خبروا الحكومه المؤقته، والحكومه المؤقته مع الفيدراليه جاوبونا في 10 اكتوبر بك الديريكتيف بيان بريسيز، بك الاوامر يعني ما 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 مضبوطه، يبان باللي حضروا روحكم 17 اكتوبر باش تخرجوا نساو الرجال 17 اكتوبر على 8 تاع الليل، وما قال لك ما تخرجوش، حنا تخرجوا بالعكس نخرجوا على 8 تاع الليل. يبقى هذيك هي اللي صارت باللي الجزائريين كلهم يعني النساء والرجال 17 اكتوبر الناس كامل في شوارع باريس، شوارع الكبرى باريس. هذا من حيث المشاركه، اسمح لي برك، هذا من حيث المشاركه، لكن من حيث الضحايا يعني اللي توفى والشهداء في هذاك اليوم بالذات، هل عندكم رقم معين؟ يعني بما انه الحكومه الفرنسيه اقرت 40 حاله وفاه فقط، يعني ما عندكمش رقم محدد واضح؟ حاجة الشهداء إنسان خاطر الليلة 17 هذيك عندها واد الصين برك عنده الحساب يعني الإحصائيات اللي عطاو المؤرخين الفرنساويين اللي كتبوا على الحادث هذا، جون لي كينودي اسطوره وحربي، يعني كتبوا يعني عده كتب يعني اكثر من 20 كتب من المؤرخين اللي كتبوا يعني. الور جون لي كينودي في الكتاب نتاعو الاول ومن بعد كتب الثاني 10 ans après كشف يعني لي زارشيف نتاعهم الى اليني، راني ميم في الكتاب نتاعي راني درت يعني جي بري الشيء اللي قال ينودي يعني بالضبط 450 واحد ديجا هذا شهدهم بالاسماوات نتاعهم الاسماوات نتاعهم الور، وقال له يعني على حسب الاحصائيات يعني رسميه ما كانش يعني باش بالتدقيق يعني بين 700 و800 جزائري وجزائريه اللي استشهدوا، يعني الجزائريين بالاخص الجزائريات ما كانش بزاف. كاينه واحده اللي عرفناها فاطمه بدار، هذه معروفه يعني ثانويه في عمرها 15 سنه، خرجت
هي نعم. كان هي راحت مع الـ مع الـ مع الجزائريين، هي مع عندكم الصوره نتاعها فاطمه نعم. بالدار، هي كانت في الثانويه 15 سنه في عمرها، يبقى مواليها قالوا لها ما تروحيش، روحي احنا نروحوا نديروا مظاهرات وانت روحي للدار تاع سي خواتاتك صغار، هي الكبيره 15 سنه، هي كي خرجت من الثانويه شافت الجزائريين يركبوا في الحافلات يروحوا لباريس، الو قلت له ما نهدني نمشي معكم هي ما صارش. طيب يعني فقط حتى باش ما يدهمناش الوقت، كمسؤول هل تعرضت للتعذيب انت في هذاك اليوم؟ كمسؤول احنا مسؤولين للامر اللي جانا، المسؤولين ما لازمش يشاركوا في المظاهرات، هذه نقولها نقولها هذا هو التاريخ اللي تم يشهدوا بطريقه هذه. الو المسؤولين واش المسؤولين؟ شاف دو ريجيون، شاف دو زون، شاف دو زيرو سوبر زون، اي شاف دو ولايه، هذو ما لازمش يلقاو في ديارهم، في الاماكن وين عندنا في فرنسا وين يخدموا معنا، هما اللي يعطونا يجيبوا لنا المعلومات نتاع الليله هذيك ونهارات اخرين. باسكو المسؤولين يعني عطونا هذا الامر هذا باللي المسؤولين ما لازمش يشاركوا، لخاطر لو كان يتحكموا يبقى النظام يروح يفشل تماما. نعم. بالطريقه هذه فقط وين احنا ما شاركناش في المظاهرات. نذكروا فقط أمام التاريخ، نذكروا فقط المشاهدين الكرام بأنه السيد أو عمي كليشي قد ألف كتابين يتناولان هذا الموضوع، ولو حضر معنا كتاب هذا الجزء الأول أليس كذلك؟ بارك الله فيك عمي محمد، كنت أرخت كتاب في سنة 2001 وهذا الكتاب الثاني لي 2011 نوع 11 هذه الذكرى ال 50 ل 17 اكتوبر أنا. وهذا زد يعني الكتاب الثاني يعني من